سلام، انا صوفيا من تونس. اليوم حبيت نشارككم روسيت سهله برشا نتاع اكله تونسيه ناكلوها برشا في الشتاء، اسمها المحمسه. المحمسه هي نوع من انواع البات رياليتي اللي هي دونك فما برشا انواع. انا شريت ماركه تريانيه، مي فما ماركه تونسيه اسمها الورده ومعها الحوت. دونك المكونات اليوم بطبيعه المحمسه، دونك ناخذ كاس كبير هكا معبي، هذايا معناها غوسيت نتاع دو بيغسون. كاس معبي تقريبا فيه 250 غرام من المحمسه، حوتين دونك كيما قلت نتاع دو بيغسون، حاجتنا بأربع مغارف زيت، بنص إسترا ماء، بنص بصلة مقصوصة، براس ثوم مرحي. بطبيعة راس ثوم بالنسبة ليا هذا الراس، دونك أنا نحب برشا ثوم دونك نعمل برشا ثوم. زوز مغارف نتاع ماكلة طماطم كونسونتخي، وتوابل بالطبيعة لازمينا. عندنا هوني مغرفة ملح، مغرفة كبيرة نتاع ماكلة، مغرفة دونك هذيا مغرفة نتاع كافي ملح، مغرفة كبيرة طماطم فلفل أحمر، مغرفة صغيرة معناها مغرفة نتاع قهوة كمون، لازم أنا ديما كمون مع الحوت، وين فما ماكلة حوت لازم معاها كمون، ومغرفتين ولا مغرفة ونص نتاع قهوة كركم بس في الهدايا. فوالا دونك حاجتنا زادة بطبيعة بطنجرة باش نطيبو فيها. نحط النار متوسط ونبدا بالزيت، دونك قلت اربع مغارف زيت، اربع مغارف ماكلة زيت، مغارفة اثنين ثلاثة اربعة، ممكن كثرت شوية عملتهم مغارف كبار شوية. بسم الله. بعد نحط البصل، لو نزيد شوية النار خاطر معناها باش نسرع شوية، فوالا نستناه شوية ومن بعد نحط الطماطم. نستنى حتى يعني شوية. دونك بدا يتخلى البصل، توا نجم نحط الطماطم. نستنى كذا شوية حتى يتخلى الطماطم، ومن بعد نحطو التوابل نتاعنا. دونك
حط الملح ومش بنحطهم كل في مره بس كده مش خالطه هم هيك هيك توازنها فوالا نخلطهم مع بعض فوالا بعد نحط الضوء بديت تختار شوية ما عمرش كانت بالك دونك باش نزيد شوية ماء بديت راحتها حتى تطلع بس بنينة نزيدها الماء نزيدها الماء يبقى نزيدو شوية ماء باش ما تشدش ديش خاطره برشا نديوها شويه ونصب الكل فوالا توا نجم نحطو البواسون تاعنا الحوتين بون انا خديت حوتين قالوس من فما برشا نوع تاع حوتين نجم يجو معاهم كيما دوراد صغيرة كتبة صغيرة سبارس نجم نحطو اي حاجة في فينالمون نجم بليجي نحطو نوعية واحدة تاع حوت نزيد شوية ماء خاطر لازم نغطيهم الحوتات دونك نزيد تقريبا ميتين وخمسين مليلتر دونك ربع لتر فوالا وتوا نجم نغطيها نخليها مغطية نخليها ربع ساعة نحط الميتور نتاعي الميتور نتاعي دونك نحط 15 دقيقة 15 دقيقة علاش خاطر الحوت لازم 15 دقيقة باش يطيب دونك 15 دقيقة يطيب الحوت ومن بعد نحي الحوت ومن بعد نحط الحمزة الحبوب نتاع الحمزة ومن بعد كيف كيف نزيدها 15 دقيقة فوالا دونك خلو 15 دقيقة ونعاودو نرجعو باش نحطو من بعد الحمزة دونك بعد ربع ساعة تقريبا من اللي حطينا الحوت نحاولو نحو دونك خاطر طاب برشا يهمني انا مني طاب ياسر ان فيت حطيت اكثر من نسيت الوحده مينيتور عليا شفتي لي شويه خاطر طاب ياسر انا قاعد بنين انا ذاك ماذا بينا ما خلوش تي ياسر خاطر ينجم يسيب لي زاغي نتاعو ولا ويولي معناتها في اتونسيون معناتها كل واحد ياكلو قبل يختير بعد نحط الحمسه ونخلط سورتو نخلط خاطر التخليط خاطر التخليط لازم برشا وقت الحمسه خاطر تشد ان فيت ونزيدها الماء نزيدها الماء حتى نشبع نزيدها علي نزيدها 400 مليلتر تقريبا نحط شويه من السيدر فوالا ونخليها كل مره نتفقدها كل مره نتفقدها نغطيها كل مره نفقدها كل مره نجي كل 5 دقائق تقريبا نجي نخلط شويه نشوفها خاطر تنجم تشد فوالا اون توتال معناها نخلوها 15 دقيقة اون توتال 15 دقيقة وكل في معناها 15 دقيقة هذوكا كل 5 دقائق نجي نشوفها نجي نفقدها معناها 3 مرات قبل ما نهبلها وباش نغطي الحوت خاطر ينجم يبرد 15 دقيقة هذوكا فوالا ونستنى شوية 5 دقائق نجي نخلط بعد 5 دقائق اخرين نجي نخلطها ومن بعد 15 دقيقة نهبطها دونك توا تابت المحمسة دونك نجم ندقوها مبين هي تابت دونك نصبو في الحيل يعني نستعمل اللوش خاطر ساهل معناتها الاستعمال نجم نحي فاسيلمون المحمسة ونحط الحوتة متاعي قلت بيدي على الحوت خاطرو
ياسر تابلي. فوالا ونحط نفس قرصه هذا هو هذه هو الروسيت نتاع المحمصه وصحه بالشفاء للناس الكل.